وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرجو من النساء ألا يتكلموا، وقد جاءت شكاوى عديدة من كلام بعض النساء أو بعض الفتيات، يعني واحدة بتحضر لا لتستمع لكن بتعتبر فرصة وجودها في المصلى فرصة للكلام والحكايات، وتأخذ لها مع واحدة أخرى تظل تتكلم من أول المحاضرة إلى آخرها، فتؤذي جميع النساء وهذا حرام. كنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن الحكم الإسلامي، وذكرت لكم بسبب هذا الموضوع أن الحكم في الإسلام هو مبدأ من مبادئه وأصل من أصوله، وأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينفذ في المسلمين أوامر الله، وأن يجنب المسلمين نواهي الله، والذي ينفذ في المسلمين مبادئ معينة أو ينفذ في الناس مبادئ معينة ويمنعهم عن أشياء معينة ويرعى أمورهم لصالحهم، هذا نفسه يسمى حكما ويسمى سياسة. والله تعالى لم يرضى للمسلمين إلا أن يكونوا مسلمين، وهم لا يكونون مسلمين أبدا ولا مؤمنين بغير الحكم بما أنزل الله. فإذا لم يحكموا فهم كافرون أو فاسقون أو ظالمون. ونحن أمام كتاب الله ليس لنا خيار، نحن كمؤمنين نختلف عن غيرنا أيها الأخوة، فإن غيرنا من الناس ممن ليسوا مسلمين لهم مميزاتهم ولهم شخصيتهم ولهم خواصهم وعاداتهم وتقاليدهم. أما المسلم الذي جعله الله تعالى في خير أمة، والمسلم الذي أنزل الله من أجله كتابا وأرسل إليه رسولا وحدد له معالم يسير فيها، فلا يحل له بأي حال من الأحوال أن يتنسب طريق الله. يقول إن السيارة رقم 143-134، هذه السيارة إن تذكرها على غيرها وتعبها صاحب السيارة يتفضل علشان يخرج سيارة أخيه. فنرجع تاني، يعني انا وانت كمسلمين وحكامنا ونوابنا اذا اردنا ان نستعرض الامر هل لنا الخيار في ان نحكم بالاسلام او لا نحكم؟
الجواب لا، ليس لنا خيار، لأننا دخلنا في الأمة المسماة بالإسلامية، دخلنا فيها بإيماننا وإسلامنا بعقيدتنا وأعمالنا، فأصبحنا بذلك حزبا متميزا. سماه في القرآن الله سبحانه سماه حزب الله، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وفي يوم من الأيام حين جاءت صبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صبية زواج، والمفروض في أمر الزواج أن تتزوج المرأة من تختار، وأن يتزوج الرجل من يختارها. لكن حين يتصل الأمر بحكم شرعي ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتدخل في تزويج امرأة برجل لا تريده، فتقول المرأة أنا لا أرغب فيه ولا أريده، ويقول أخوها كذلك أنا لا أرضى أن أزوج أختي مولا من الموالي، أخته زينب بنت جحش والمولى هو زيد بن حارثة. لكن هذا الزواج سيترتب عليه مصلحة شرعية، فينزل القرآن يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لمؤمن ولا مؤمنة الخيار في أمره إذا جاء أمر الله أو أمر رسوله. أنت لك الخيار إذا لم يأمرك رسول الله، فإذا أمرك رسول الله أو بلغك أمر الله فلا خيار لك، بل لو طالبك بهلاك نفسك لوجب عليك تنفيذ أمره، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه يا إخوة مبادئ أصول في ديننا ومرتبطة بعقيدتنا، عدم فهمنا لها كان خطأ، فإذا فهمناها وركناها كان الخطأ أبشع وأشد. وانظر، انظر مثلا إلى مدى حرص الإسلام على أن تنفذ كل دقائقه بكل حكمة وبكل دقة، وألا يفرط الحاكم في أي أمر من أمور الله، وأن تفريط الحاكم في أمر واحد من أمور الله قد يصيب الأمة ببلاء عظيم. أراد اليهود أن يعملوا فتنة في شأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فجاء ثلاثة من علمائهم، منهم ابن سوريا وسماس بن قيس وأظن عبد الله بن أسيل، وقالوا تعالوا نفس محمدا نعمل حيلة لفتنته. فذهبوا إليه
وقالوا له يا محمد إننا علماء قومنا وإننا إن رضينا بك واتبعناك تبعك من بعدنا ونريد منك لكي نتبعك إذا تخاصمنا إليك نحن وبنو فلان أن تحكم لصالحه فإن فعلت ذلك تبعناك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا لا أحكم إلا بالعدل كما أمرني الله. فقالوا إذا لا نتبعك. طبعا في 60 دهر تنزل القرآن يقول ما تركه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوا أن يبعدوا عن بعض ما أنزل الله إليه. احكم بينهم بما انزل الله هذا امر عام ولم يسكت. واحذرهم هؤلاء اليهود وامثالهم من النصارى والمجوس ان يفتنوا ان يحولوك. واعتبر التحويل عن حكم من احكام الله فتنة يقع فيها الحاكم. يسألوك عن ايه؟ لو قال عما انزل الله لكان الامر يعني يعتبر واضح وكبير يعني عن كل ما انزل الله. لكن قل احذر ان يسألوك عن بعض ما انزل الله عن حكم واحد مما انزله الله لان ذلك ان حصل تأتيكم المصيبة في الدنيا والاخرة. فاستكن كما امرت ومن تاب معك ولا تصبر انه بما تعملون بصير. ولا تركنوا الى الذين ظلموا وكل من تعدى حدود الله وبعد عن دينه فهو ظالم. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. مسألة فيها الجزء حتى قال صلى الله عليه وسلم سيدتي هود وأخواتها. فلما سأله رجل في المنام ما الذي سيدك من هود يا رسول الله قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت. والله يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الثانية لا تتبع أهواء قوم على غير دين. واحذرهم. طيب ما هو ممكن نقول نتبع أهواء أهل ديننا وأهل ديننا أحل الربا وأحل الخمر وأحل الفواحش وعروا المرأة وفعلوا الكبائر ونادوا بحرب الله وبحرب دينه. ماذا بذلك كل رجالهم وكل نسائهم واستمرأوا المنكرات ألا نتبعهم. شكلهم مسلم شكل مسلمين وقد تكون على رؤوسهم عمائم وقد يكونون متخرجين من دور ومعارف إسلامية
ومع ذلك تأتي الفتن والكبائر والفواحش من تحت رؤوسهم. ألا نتبعهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله؟ فماذا نفعل حين قال ولا تتبع أهواءهم؟ قال واحذرهم. أهواءهم كأهواء من كان على غير دينهم، زين. قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك. أنت مسؤول عن كل حكم أنزله الله إليك أن تنفذه في الناس، فإن فرطت في حكم أصابكم البلاء. فإن تولى، فإن أعرض عنك اليهود والنصارى ولم يقبلوا حكم الله، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فاعلم أن الذي يجنح ويميل عن دين الله ولو في حكم واحد من أحكامه عنده، اعلم أن الله سيصيبه بسبب ذنبه، يصيبه ببلاء ومصائب في الدنيا والآخرة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم عاد على اليهود فقال أفحكم الجاهلية يبغون؟ إن الظلم والانحراف والبعد عن دين الله هو حكم جاهلية، فكل حكم ليس حكم إسلام يسمى حكم جاهلية، وهذا تقرؤونه في كتب المفسرين وتجدونه واضحا. وكم قلت لكم إن الذين قصدوا إبعاد حقائق الإسلام عنكم أرادوا للمسلمين أن يحيوا حياة الحائر السائح الضال، ثم يقدم له زادا أجنبيا فيستهوي الزاد المسلمين فيقعون عليه فيصيبهم البلاء. وهذا ما نعيش فيه. هاتوا هذه الآية فقط وحاجزوا بها علماء المسلمين وحكامهم ونوابهم وجميع رجالهم ونسائهم، وقولوا لهم ما قولكم في قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم؟ هذه. ثم حاولوا أن تعرضوا الآية على أنفسك، فأنت في بيتك ومع زوجتك مطالب أن تحكم بما أنزل الله ولا تتبع الهوى، فإن فعلت غير حكم الله فأنت تصاب ببعض ذنبك، سواء في عدم عمل زوجتك بالإسلام بالنسبة لترك الصلاة أو للخلوة بالأجانب أو لعريها أو لبعدها عن الإسلام، كلية أنت مسؤول أمام الله وعليك أن تنفذ حكم الله. وإذا كنت رئيسا في مصلحة أو وزيرا أو أميرا أو ملكا أو رئيس جمهورية أو كنت مدرس فصل أو كنت مسؤولا عن ثلاثة أينما كانوا، فاسمع الحديث: ما من والي ثلاثة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فكه عدله أو غله دوره، يعني ألقاه في النار. من تولى إمارة وحكم ورعاية ثلاثة فقط. لندرك أيها الإخوة أننا
إن كنا آمنا بالله حقا فلا خيار لنا ما دمنا قد عاهدنا ربنا وبايعناه على الإيمان به والإيمان بكتابه. فإني لسائل جميع البشر، ما معنى أن أؤمن بكتاب الله قولا وأنا أرفضه عملا؟ وما معنى أن أؤمن بزعامة رسول الله قولا وأنا أرفض قيادته عملا؟ ما معنى هذا إلا أن قولي مرفوض عند رب. ودليل ذلك مذكور وقلته لكم، قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. قالوا آمنا وأطعنا قول فقط، عند العمل لا وجود لهم، فما حكمهم؟ قال: وما أولئك بالمؤمنين، فهم ليسوا مؤمنين بنص القرآن. فالمسألة أكثر مما نتصور، والمسألة أكبر مما نفهم. ولا بد أيها الإخوة أن ننفعل كلنا من أجل ديننا، من أجل إيماننا، من أجل ربنا، من أجل شعبنا، من أجل أولادنا، من أجل أسرنا، من أجل أمتنا، من أجلنا، من أجل سعادة الدنيا والآخرة. لا بد أن ننفعل، لا بد. فقط نترك شيء واحد، نترك النفاق. أنا أطالب الجميع بشيء واحد فقط، أن نعيش يوما واحدا مع الحقيقة وألا نكون منافقين. يوما واحدا، ما عندنا استعداد ليوم واحد؟ مسألة ما هي سهلة، مسألة كثيرة وصعبة، لكن كل الأمور بنأخذها بالمآخذ التافهة الساقطة التي أضاعتنا وأضاعت الأمة معها. نرجع. طيب إذا أردنا أن نحكم بالإسلام، عرفنا أن الخاتمة الإسلامية مفروض علينا، وأن الحكم بالإسلام مفروض علينا، وأن عدم الحكم بالإسلام إن كان لأننا نظن أن الإسلام لا يسعدنا أو أنه لا يكفينا، لا تكفينا تشريعاته، فإن من ظن ذلك أو توهمه فقد كفر. وإن كان لا يرضى بالتشريعات مطلق عدم رضا فهو كافر بإجماع المسلمين. والذي فيه خلاف هو أن يقول: يا رب، أنا أعلم أن دينك قد اكتمل وأنه تشريع لأمور الدنيا والآخرة وتشريع صالح لكل زمان ومكان، وأن لا نجاة لنا إلا بالعمل بدينك وبأحكامك، غير أني يا رب مذنب ومقصر. ويحاول أن يتخلص من الذنب ومن التقصير. أما أن يقول: ربي اسري نجلد الزاني ونقطع يد السارق، والله يا ربي هي برضو ممكن تكون، وانا برضو يعني مؤمن باحكامك يا رب، ان شاء الله نبقى نعملها بعدين، اهي ايام طويلة برضو فات. لان يقولها باستفسار، انما المذنب الذي فيه امل من يكون اعترافا بذنبه ويعمل على التخلص. ما بنعملش على التخلص، ونستاثر ونتهاون او نستهين الغلطه موجوده. مساله انا بقول هنا الكلام، وان كان هناك احكام غير هذه الاحكام مستعد
أن أسمعها وأرد عليها. ولذلك أنا ما بتكلم في مخبأ ولا أتكلم في معزل، أنا أعرف تماما أنني أعيش وأعرض نفسي على خيرة الناس ثقافة وإيمانا وخلقا، وأعرف أنهم لا يستهان بهم، وأعرف أن كل كلمة تخرج من هنا وتنتشر بين الناس. فلذلك أنا آتي وأخرج كل كلمة وأنا أعمل لها ألف حساب لا حسابا واحدا. وأي كلمة أرى أنني لا أرضي الله بها يعلم الله ما في نفسي أنني لا أقولها. أسماء خصوصا أسماء المحاضرة، لأني ما بحس إلا أنني مسؤول أمام الله عنكم وعن كل كلمة تقال لكم. مسألة مفتوحة، لكن واحد يطلع بكلمة، أنا واحد بيلف من الشرق، واحد سمع من واحد كلمة بيلف من الغرب، واحد بعيد وبيسمعه ويكلمه كلام تافه وساقط، وواحد يرسل لي ايه والتاني يرسل ايه والثالث يتكلم ايه يا جماعة، ده راجل بيخربط يا راجل، اصل ايه دي ما انزل الله تشريع ايه كلام ايه، انتوا بتصدقوا هذا الكلام؟ طيب ماذا تقول انت يا استاذ؟ انت لا تخربط. طيب ما تيجي تقول رأيك، او كفتي اي مسجد اعلن على الناس رأيك بصراحة في هذه المسائل، يمكن نسمعها ونعرف بها، لكن كتمتم وحاربتم من صدقوا وكانوا سبعان وأعلنوا كلمة الله، يبقى أنتم معروفين معروفين وموجودين أنتم باستمرار، وربنا ما يحميك الزمن منكم، لأن ما بيحصل أن يخلى الزمن في سنة الله في خلقه. نرجع ثاني. طيب يا سيد، افرض النهاردة عايزين نمسي حسن الإسلام، ما هي الرسائل الأصول الأسس التي نستطيع أن نقيم عليها حكما إسلاميا مرة واحدة؟ يعني مثلا لا فرض عنا في الثقة بالضرب، خليك معانا مالك، اما الشيخ ابو زهر اخذ نفسه وطلع وذهب الى جماعة موجودين في اي جبل، قالوا اسمع يا جماعة اللي هنا، جماعة دول ما سمعوا ما عرفوا القرآن ولا عرفوا حقائق النبوة ولا حقائق الاحكام الشرعية، ولا الناس بيشربوا الخمر ويزنوا ويفعلوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ولا عمك اتخذ ذر ان نحن هنا، وطلع سايف عساكر وعملهم كردون وقال يا جماعة يمينك لف شمالك لف، عم السلاح اشتغل، كل واحد في القرية يسمع ويبان هنا. ايه اسمعوا من الان، ايه انا جيت لاحكم بما انزل الله، الله الله الواحد الاحد، وبما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من الان الاحكام الاسلامية ستكتب. وعم الشيخ ابو ذر مسك شوية العساكر وكل عسكري معاه البندقية بتاعته او البريكة بتاعته وما في الا المعتقل والسجن والاوامر، قوم يا جدع ما صليتي هاتوا اقتلوه، انت ما صمتش هاتوا احبسوه، انت ما صلحتش السجاده اقتلوه، انت ما عملتش احبسوه اقتلوه احبسوه اقتلوه. ما تفكرين يا تفضل كل النتيجه ايه؟ ان كل يوم القريه هيصبح الثلث في المعتقد والثلث قتل والثلث هينفق لانه ما يعرف، هيقول لك طب صلي امامي كده عشان اصلي، فيدخل يصلي هو راكر بدون وضوء. عايزين تصوموا نصوم، طب وماله امامك يصوم ويدخل جوه ياكل ويشرب لما يشرب.
وبالتفنى ما في خمر ما في يبتموا الخمرة بعد ما يشتغلوا على طول يبتدي الطعم الكبير يتنون يتسرب لغاية ما يختطون الضابط من وراء عما اتخذ در الضابط نفسه هو الذي يستورد الخمر ويشوف عما اتخذ در مين اللي بيشتغل طيار عنده ومين اللي بيشتغل في على الحدود وفي الجمارك وبالطريقة دي الجماعة اللي حيأتوها هم اللي يسرقوها عما اتخذ در في النهاية هيجد نفسه انه ما عمل شيء اطلاق. طب هل يعني احنا نعمل بالشكل ده؟ ايش معنى؟ والله احنا من خلال التاريخ الان درسنا بان مضى علينا في موضوعنا هذا المسمى حركة الدعوة الاسلامية. معنا اليوم المحاضرة 73 في مدى السنتين. يعني باقي اتكلم 3 محاضرات محاضرتين فقط ويبقى معانا 75 محاضرة في سنتين. هذا كله في حركة الدعوة الإسلامية. من خلال حركة الدعوة الإخوة الذين حضروا معنا من أول الأمر عرفوا كيف بدأت الدعوة، كيف تحملت، كيف تطورت، كيف رد القرآن وخصت لتربية المؤمنين، ثم كيف انتقلت من ثور إلى ثور إلى آخره. فإذا لابد من بعد كده لما راحوا نبينا وأصبح الأمر مستقر بدأت الأمور تمشي تنزل الأحكام الفرعية والمسلمون يحكمون بها. هل معنى هذا حتى لا يتسرب الخطأ إلى أحد؟ هل معنى هذا أننا الآن إذا أردنا حكما إسلاميا نقوم نبتدي نتكلم عنه ونؤجله إلى سنة أو سنتين أو أكثر؟ لا، أنا لم أقل ذلك. إحنا في كل وقت مكلفون بتنفيذ أحكام الله، وإذا كنا تأخرنا الآن وجهلنا فتأخرنا وجهلنا خطأ، والخطأ لا يبرر الخطأ. لكن يجب نعرف ان علشان احكم بما انزل الله وانجح لابد يكون معي ايضا، لاننا اريد النجاح، انا لا اريد الفشل. ولا من اول يوم ما نطلع نعمل زي عم اتخذ در لما حكم القرية يلا هنعمل بالتسليب عمرنا مليئة. واحنا رأينا من 50 سنة نادت قامت شعارات في المنطقة وقام زعماء وقامت ثورات وقامت الدنيا وقعدت وكل من خطب وكل من تكلم وكل من أراد لأمته أن يسير بها إلى خط معين. إيه اللي حصل؟ انقلاب يهزم انقلاب، وانقلاب يثور على انقلاب، وانقلاب على انقلاب، والسجون باستمرار مفتوحة والمعتقلات باستمرار مفتوحة والأمة باستمرار إلى الوراء. يبقى ما تتقدم. هذا يدعونا إلى أن نبحث هل كل هؤلاء الزعماء كانوا كذابين؟ لا، برضه ممكن نقول إن بعض الزعماء كانوا وثنيين، وثنيين ما لا أقول متدينين، أنا أقول ربما البعض كان بعض الزعماء كانوا متدينين، وبعض الحكام بدون شك يريد لأمته ولشعبه الخير الكثير، لكن لماذا لم يأتي الخير؟ ولماذا جاءت النفس وراها نفس وراها وصفة ولا زالت الوسفات والنكسات سلاحتنا إلى الآن؟ لأننا الجواب أننا أخطأنا الطريق. نحن قوم ليس لنا هدف معين، ونحن قوم ليست بيننا روابط توحدنا، ونحن قوم ليست بيننا عقيدة نشترك فيها، ونحن قوم ليس بيننا لا يوجد بيننا أسباب القوة ولا أسباب الاندفاع ولا أسباب النصر. كل ما يعيش بيننا وكل ما نحيا فيه هو أسباب الفشل. ولا داعي، هذا الكلام كلام مسجل وقاله كثيرون
من الزعماء ومن الحكام ومن القادة الذين درسوا قضايا العرب والمسلمين. إذن نحن إلى الآن لم نضع أرجلنا على أي طريق، فنحن نعيش كأمة بمنتهى الصراحة. إذا كان السياسيون من قبل أخر العلماء واعتبر العلماء لا يعرفون شيء، ده راجل شيخ جدابي، ده لما بيعيب على واحد بيقول له ده ملة، لما يحب يذكر واحد انه عبيد بيقول له ده شيخ، لما يحب يفجروا بالدين بيفجروا بطريق العلماء، لما يحب يبحث عن ناس بيطلعوا فتوى، اللي عايز يتحكم في الشعب بيتحكم في العلماء قبلهم. مسألة أصبحت بعيدة عن الخط السليم. فإحنا الآن لما نيجي نتكلم ولنا الحق منهم أن نتكلم وأن نقول للذين تبنوا القضايا وزعموا أن بأيديهم حصى موسى وخاتم سليمان وأوهم الشعوب، نقول لهم كفرتم وضعتم وأضعتم الأمة معكم، ونحن العلماء وبكل صدق وإخلاص وشجاعة نقول لكم هنا الطريق ولا طريق إلا هنا. إن كنتم متكبرين أن تتبعوا العلماء وأن تسيروا وراءهم وأن تسمعوا قول الشاعر، كل الحكماء يحكمون على الورى وعلى الحكام يحكم العلماء، إذا لم تسمعوها من قبل فيجب أن تسمعوها اليوم. والعالم ما يتكلم عن هواه فهو ضال، فإن تكلم بسم الله فقوله القول وكلمته الحق، وما دام يعرض عليك دين الله فهو بريء من الهوى وبريء من الأغراض. خذ دين الله منه وارفض العالم كل رب، خذوا منهم دين الله واقتلوهم بعد ذلك إن شئتم، لكن تستعلون على العلماء وتتكبرون عليهم ووجدتم أقواما ينافقونكم ويذلونكم ويكذبون على الأمة ويعيشون في الفحش والضلال، فجعلتم منهم سندا وأخذتم المنافق فضربتم به الرجل الصالح وفتحتم لهم المسالح والسجون والمعتقلات عيد حار. وكما قلت من قبل إننا نرضى كل شيء، إن العلماء يرضون أن يؤخذوا من المسجد إلى المقصرة إلى المسنفة بفرس واحد، أن الذي يأخذهم يكون قد جاء للأمة بنصر وعزة وكرامة. أما أن يضيعوا كل حر ولم يأتوا بكبر عز فسحقا سحقا لمن فعل ذلك. الأمور إذن ليست بسيطة، هي خطيرة، ونحن نعيش إلى من خطر إلى خطر. وتذكروا ما قال وزير المالية في تقريبا مثل هذه الأيام، إذا لم نذبح نحن فسيذبح أحفادنا. وزير مالية الكويت عبد الرحمن العسير قال هذا الكلام النهاردة، بنحس بالخطر، هل أعددنا لهذا الخطر عدة؟ سنستر السلاح، طب ومال؟ وسنعد الجنود، هذا صح، لكن أنت لم تكون الرسم. ماذا كان عندنا من أسلحة في سينا؟ ماذا كان عندنا في 56 و67؟ كانت عندنا أسلحة كما قال المراسل الحرب الأمريكي، لو أمرت رجالا لقضت على دولة إسرائيل من أول مرة، رجال فقط. المسألة
احنا في حاجة على تكوين الرجال. طيب على هذا الاساس اذا اردنا اليوم ان نكون احنا بنفسر يعني في ندرس الان هو حسن ايوب حيقوم يعمل حكم اسلامي عمت حرنكس ولا عمت عرعر ولا كركور حيقوموا يعملوا لكن احنا بنطالب بحكم اسلام لاننا تكون جريمة وكبيرة من الكبائر اذا لم نطالب بهذا الحكم الاسلامي لكن بنطالب به بالطرق المشروعة وبالحكمة وبالاوضاع السليمة لحتى نصل لان كل حتى المنحرفون من شعبنا هم اما ابناؤنا واما اخواننا واما اباؤنا ومن العار ان نكرر الجريمة التي وقع فيها الزعماء ويقعون فيها دائما ان يسلط فئة على فئة وكلما قامت فئة ما قامت الا لتقتل وتسجن وتذل وتدمر وتأخذ اموال الامة حتى اليوم نجد امة يخرج من بطنها ومن زراعتها ومن تجارتها بلايين الملايين ومع ذلك هي اكثر امة وابعث امة واذل امة. اين ذهبت الاموال يا سادة؟ راحت فين؟ عندنا خير كثير احنا اغنى والله من امريكا واغنى من روسيا واغنى من الصين اغنى لكن ما الذي يشعرنا باننا اغنياء؟ ما الذي يحفظ علينا اموالنا؟ ما الذي يجعل الاموال لا تسيل تحت اقدام العاهرات في بيروت وفي باريس وفي لندن وواشنطن؟ من الذي يضمن لنا انت ان نكون كعبا له كرامتك بالمحافظة على مكوناتك ومؤسساتك؟ مين يضمن؟ فين؟ فين هم؟ احنا محتاجين. وانا قلت ولا زلت اقول ان الامة الاسلامية اليوم تبحث عن رجل يقودها ويجمعها ويندفع بها الى عزها. الامة فيها طاقات لا حد لها، طاقات من الايمان وطاقات من المال وطاقات من الرجال وطاقات من جميع القوى، لكن تحتاج الى تجمع وتنظيم ورجل يقود. واعداؤنا حريصون الا يحصل ذلك ابدا. الكلام هنا بس سألت الجانب، لكن غير كده لا تتحرك، نمت شويه. يبقى لكي تكون عندنا اصول نمت عليها كدوله اسلاميه، الاصل الاول لابد ان تكون لنا عقيدة ننفعل بها. ابتداء عقيدة مشتركة ننفعل بها ونتحرر بها من كل فوائد الجاهلية. ثاني لابد من ان تكون لنا عقيدة ننفعل بها ونتحرر من جميع فوائد الجاهلية. يعني ايه؟ طب ما احنا كلنا عندنا عقيدة. يا خبر من المحيط الهادر الى الخليج السائر، عندك عقائد كلهم بيتزوجوا على سنة الله ورسوله وبيطلقوا على سنة الله ورسوله وبيتورثوا على شرع الله برضو وكتاب الله وسنة رسوله، مش كده؟ ايه بقى عايزين اكثر من كده؟ كلهم في وقت واحد بيقولوا الله اكبر. ايش تريدون؟ قالت ايه؟ هذه ليست
العقيدة التي ينفعل بها الإنسان، ده هذه تسمى العقيدة الميتة. العقيدة الميتة هو في عقيدة ميتة وعقيدة حية. ايوه يا اخي، انت اللي قرأت المرة الماضية سلسلة القرآن قال استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، وقال تعالى او من كان ميتا فأحييناه. ميت ايه؟ ميت بعقيدة الكافرة الضالة. احييناه بايه؟ احييناه بعقيدة جديدة تجعله ينفعل. طيب ينفعل يعني ايه؟ يعني يتحرك. يعني مثلا حضرتك اشتريت السيارة، وضعت السيارة بجانب الدار او البيت، وكل ما تمر عليها تقول لها صباح الخير يا سيارة، شكلك جميل وكل حاجة فيك حلوة. حضرتك رايح مشوار بتركب الباص، جاي في الحر جاي في الباص، رايح في البريد ماشي على رجليك، في الدور صاحبك على رجليك، من سعر رايح تصلي بقى على رجليك ماشي نص ساعة، اولادك الصغار واخدهم ورايح المجمع على رجليهم لحد ما الشمس ضربتهم، بدل ما كان عندهم انف انف الوزة اصبح عندهم انف وزة وانف حر، وعندهم ضرب الشمس وخد عندك. طب وكل ما تمر على السيارة صباح الخير يا سيارة، ايه اللي عملته بالسيارة؟ اذا لم يكن للسيارة نفع لك فما قيمتها؟ كذلك اذا كانت العقيدة لا تحركك ولا تدفعك ولا تخيطك ولا تحببك ولا تجعلك انسانا يتحرك لله ينفعل، كما قال تعالى انما المؤمنين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، تحركوا ما ظلوش ميتين نايمين. اسمي فيه انا اسمي الشيخ عرعة، بتعمل ايه؟ راح اصلي. الست فين؟ في البيت. بتصلي؟ لا. بتصوم برضه؟ لا. بتلبس شرع يا سيدي ما تسجدهاش. بتقابل ابن عمها وهي عريانة يا اخانا ما تصعبهاش. بتحتمي بالرجال يا اخانا ما تضيقهاش. طيب بتطلع لوحدها ومع ابن خالها وابن عمها برضه انت هتخليها مضيقه وتعبانه؟ يا اخينا خليها مبحتحه وسهله. الدين يسر والحكاية فرفشة، وإذا كانت الدنيا نعنسة وفرفشة ومهيصة، الله يحب المهيصين ويحب الذين يبشرون الناس بالخير. طلع على طول هذه عقيدة حية ولا ميتة؟ عقيدة ميتة. عقيدة الميتين دول هؤلاء أموات الذين قال فيهم المحققون إذا رأيت الناس وهم يلهون بدينهم فقف وكبر عليهم اربع تكبيرات كما تكبر على الجنازة. ليه؟ لانهم ميتون كده على طول. وبيحللوا في هذا الحديث الناس كابل النئالة تجد فيها راحلة. يبقى عايزين عقيدة ينفعل بقى. ينفعل يعني ايه؟ تحرك قلبه. قال انت حبيت؟ ايوه حبيت. انت حبيت زمان؟ حبيت الست قبل ما تتزوجها، ويمكن حبيت قبلها ولا حبيت بعدها، المهم حبيت. لما حبيت بايه حسيت؟ احسست بوجع في القلب وسهر في العين وانشغال في النفس وحركة في اليد وقلم يتحرك ومكتوب يتكتب. اول الليل مكتوب،
والدموع تنزل عليه واخر الليل مفتوح وانت يا ترى سهران ليه، وتاني يوم مفتوح وانت برضه تعبان عشان ايه؟ علشان الجيش اللي بتحبها. يبقى نازل مكاتيب. اذا لما حصل حب حصل انفعال، كما يقول العلماء العاطفة يتولد عنها الانفعال. طيب اذا اعتبرنا الايمان عاطفة ايش بيحصل؟ الرجل بيقول الله اكبر، طب ومال؟ تعصل اصلي مش مهم يا صلاة، الله غفور رحيم. اتي الزكاة برضو غفور رحيم. يا جدع كل حاجة ملمس ما في شيء. يا خامس تعالى صلي. واحد من الشباب اللي من المسلمين وهذا منهم ناس كتير خصوصا في الجماعة الكبار قوي، يقول لأحد الشباب اسمع يا جدع انت، قال له نعم، قال له انت بتصلي؟ قال له نعم، قال له وظيفتك تتخليك تصلي؟ قال له ايه؟ قال له مسلمك بيخليك تصلي؟ بيقول لم استطع ان ارد عليه. يعني انا قدام انسان الان، يعني هذا يعتبر راجل ده. طيب انتوا بتستغربوا، طيب انتوا ما بتعرفوا ان الاوامر الى الان في البيوت في نواحي الكرامة والعزة والضيافة والدين لا تزال عند 99% من المسلمين، هي اوامر الستات طبعا، وسموا دي هي المدنية. وفي النهاية كلمة من هنا وضحكة من هنا، وان ما تعيش الكلمة ولا الضحكة ما في مانع من جمعتين ينزلوا بعدها على طول الراجل ينتهي. خلاص يا ستي خلاص انا امر لله. هو عمك حسن ده راجل بيصلصنا وقال خلوني لغايه ما يبت ما دام كتب انا عملت اللي علي، اصلي ما اصلي مش حره بقى، جنبك على جنب في قبل ابن عمك في قبل ابن خالك تطلع عريانه نصف لمنه جيب متر جيب زبته جيب اي شيء ولا يهمك. دول رجالة. طيب هذه عقيدة حصل لها انفعال؟ بقول لا. طيب هل حصل تحرر من الجاهلية؟ ايه تحرر براكار؟ تعال يا سيدي، عمك حسن بيخطب هنا بقاله 3 سنين ومعاه ناس فعلا بقالهم 3 سنين، وفي ناس منهم رب الأمم وناس بيصوموا الليل وناس بيصوموا النهار، حلو جدا، لكن أثرية ساحقة لا تزال يحكمها هواها. مع كل ذلك يعني ايه؟ لم تتخلص من سوائب الجاهلية. وهؤلاء انا بعتبرهم معذورين. ليه؟ لانه اسلم ولم توجد البيئة الكاملة، اسلم ومن حال المجتمع الفاسد، اسلم بيته جاهلية، اسلموا في العمل جاهلية، اسلموا الفرع كل جاهلية. فعلشان يتخلص كلية من كل اوضاع الجاهلية دعوا الكرامة حتى يصبح كل تصرفاتي خالصة لوجه الحق. اذا مسألة ما هي سهلة، والرسول عليه الصلاة والسلام راعى ذلك في الصحابة في اول امرهم نهاهم عن زيارة القبور، ثم بعدين قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. يبقى لابد من عقيدة الشعب يؤمن بها، توحد العقيدة بين المؤمنين جميعا. هذه العقيدة الواحدة يكون ملتفة حول مين؟ العقيدة حول الله. انا هخط بكم الخطوة الثانية، لان المرحلة دي اخطر مرحلة، وهي المرحلة التي تقف في وجه جميع التشريعات وجميع الخطوات. المرحلة دي مين؟ احنا عقيدتنا حول مين؟ حول الله. يعني امنا بمين؟ الله. انا تخلصت اذا من كل شيء واسلمت نفسي لله، فاصبحت انتظر الامر من الله، النهي من الله، نتيجي ذكر لله، غناي تسبيح لله، حياتي كلها لله، سعادتي في حب لله،
سعادة أمتي بالعمل من أجل الله. إذا العقيدة دي عقيدة بيقالها مظاهرها ولها جوها، ما قلنا عقيدة لها انفعال، ولذلك الإسلام عملها. خلانا باستمرار نلف حوالين واحد بس. هو مين؟ هو مين الواحد؟ الله. الله فقط، الله كل، وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمال. فجاء النسيج الذي يرجب كل يوم 5 مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وأصبح أول ما يصبح يسمع النداء: حي على الصلاة، تعال إلى الله، الصلاة خير من النوم، وقوفك بين يدي الله الآن. والملائكة تغير المنوبة بتاعتها، فريق يصعد وفريق ينزل، هذا خير من نومك 1,000,000 مرة. ثم تفتح فتقول الله أكبر، ثم تتحرك فتقول الله أكبر. فإذا خرجت من بيتك من أجل معاشك تقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أصابتك مشكلة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إن أصابك مرض تقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إن طلبت ولدا تقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إن وقعت في ذنب تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الساخرين من الخاسرين. فأنت تعيش مع ربك وتحوم حول رضاء ربك، ولسانك دائما ينطق به ويلهج باسمه. هذه هي العقيدة التي لها النسيج ولها الذكر ولها الحركة ولها الانفعال. من أجل كده كلنا نتحول إلى الله. فإذا قال الله لك: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قلت سمعا وطاعة يا الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، سمعا وطاعة يا الله. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، سمعا وطاعة يا الله. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، سمعا وطاعة يا الله. لا تقربوا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، سمعا وطاعة يا الله. ايه اللي حصل؟ احنا معنا عقيدة انفعلنا بها وتحررنا من جاهليتنا واندفعنا مع الله، اثرت حياتنا مع الله. بنقرأ في الصحافة كلام عن الله، بنسمع في الاغاني كلام عن الله، تيجينا في التلفزيون متمسرحيات وتمثيليات تتصل بدين الله وجمال دين الله وعظمة هذا الدين الى اخره. كل شيء يتحول مع العقيدة. لكن يا مسلم وكل شيء ضد الاسلام يبقى كذاب كذاب كذاب، 1,000,000 كذاب. مش عايزة كلام. طيب يا سيدي، هذا هو الاساس الاول. الاساس الثاني، الاساس الاول عقيدة تجمع بين طائفة من الشعب هي التي تصلح للقيام بالحكم بما انزل الله. ولو كان بقية الشعب ليس مؤمنا مثلها وليس على نفس الطريق او نفس القوة، لكن لا بد من طائفة تتسلم الحكم تكون من هذا النوع لكي ننجح كحكم اسلام. لكي ننجح ممكن نعمل غير كده، لكن هل ننجح؟ لا، لان اللي بينفذ ما عندوش عقيدة بيطلع يضرب الناس على شرب الخمر،
وتخش البيت تجد غرقان لايه؟ للخمر. بيطلع بره لو راح واحد ينظر لوحده يضربه. وتخش البيت تلاقيه المعتق 20 واحدة، كل واحدة وضعها في حجرة. ليه؟ اما هو بيحصل مصيبة. الكلام ده اللي انا بقوله مش عجيب ولا غريب، وان كان غريب خلوه غريب احسن، وانا هلاحقها منين ولا منين. طيب الاساس الثاني ايه؟ الاساس الثاني مترتب على الاساس الاول. اسمع يا صالح، طالما نكون مسلمين ونحن نعيش بدون تغيير يبقى غلط. تغيير يعني ايه؟ انا مسلم والاسلام عقيدة وعمل، وانا لم اغير لا من اخلاقي ولا من طبائعي ولا من بيتي ولا من قانوني ولا من دستوري يبقى غلط. طيب اذا اردنا ان نحكم بناس يبقى لابد احنا محتاجين لشوية ناس عملوا تغييرا في حياتهم، يعني كانوا اقوياء على انفسهم وعلى شياطينهم. وهذا الذي حدث، ولذلك يقول القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي القرآن من ذلك أمثلة كثيرة جدا. فما جاء رسول إلا ليعمل تغييرا. وأي إنسان، أي زعيم، أي حاكم، أي رئيس لك يقول لك يا جدع خليك مسلم في حالك، يا جدع سيب الناس ومشي مثل الناس ما هي ماشية، يا أخانا إن كان بلدك، اسمعت الأمثلة دي، إن كان بلدك بتعبد جح حسي ورميله، إن كانوا بيعبدوا حمار اذهب واتل الحمار العليقة ليأكل ويعبد معاهم. لا تخالف يا أخانا، اللي بيخالف بيتعب. شوف هو يقول كده، والحديث يقول لا تكونوا إمعة تابعين لغيركم تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وقوموا أنفسكم، أعدوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن ظلموا ألا تظلموا. وربنا ذكر في القرآن أمثلة كثير للكافرين حين يقولون يوم القيامة يا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فربنا يقول لهم كلكم في ذلك على طول كده، كله رايح مع بعض، لأنه كله كان متعاون على هذا. يبقى لابد من تغيير. الأساس الثالث بعد عمك حسن ميدا، الأساس الثاني وهو مبني على الأول التغيير. وأرجو أن هذا يظل واضح لأنه بيرتبط بمطلق الإسلام. الأساس الثالث احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وهو البيئة الواعية الملتزمة. البيئة الواعية الملتزمة، ايه البيئة الواعية الملتزمة؟ يعني إذا أردت أنا أن أعمل حكم إسلامي لابد يكون عندي بيئة أو جماعة أو مجموعة أو طائفة أو حزب أو هيئة إسلامية تكون هي نفسها فهمت المبادئ الإسلامية. فهمت يعني إيه؟ يعني ضروري البيئة دي، اسمع انت وهو، انا مش بهزر، انا بقول كلام انا مسؤول عنه امام الله. لابد هذه البيئة اذا كانت هتعتمد على الازهر يجيب الدين، الازهر ما بيعلمش دين، بتعتمد على اي جامعة، الجامعات رفضت الدين. تتغير لك كنت تروح جامعة المدينة، انما لكي نقيم المجتمع السليم لابد للجماعة من أن تجلس أمام أشد وتدرس من جديد كجامعة،
من الألف إلى الياء تدرس الإسلام من الألف إلى الياء. وما أصحان وما أكثر ضحك الناس ضحك الناس علينا إذا كنا ندعو إلى الإسلام ونحن لا نفهم الإسلام، وأحدنا يتلخبط في فهم الإسلام في بيته، في فهم الإسلام في معاملته، في فهم الإسلام في بيعه وشرائه، في تجارته وصنعته، في أحواله العادية أو أحواله الاجتماعية. فغلط يا إخوة غلط. علشان كده السنة دي نزلنا وبدأنا ندرس تفسير وندرس حديث وندرس تاريخ إسلامي يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وندرس ما يدرس في الكليات الإسلامية بالنسبة للأحكام الشرعية. ليه؟ لأن لابد توجد البيئة الواعية. واعية يعني إيه؟ يعني تفهم إسلام. تفهم إسلامها إزاي؟ أحب أقولك، اسمع يا أخوان، احذر أن تفهم إسلامك على مذهب حسن أيوب، أو تفهم إسلامك على مذهب الشيخ حرمشي، أو الشيخ عرع، أو الشيخ كرسون. أنا فقط أسلمك المفتاح، ثم تحاول أن تفهم إسلامك على يد ممكن وعلى يد غير ممكن، وتناقش هذا وهذا، وتقرأ هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، لكن تضع نفسك تحت خط واحد وتقوم في الناس وتقول الدين كده يا كده يا أخف. غلط يا ابني، غلط، حرام في الفروع، حرام، غلط. كل واحد يمسك كتاب خلاص يقول انا بقى شيخ الشيوخ، وعمك ابو ذر لا هو بيعرف حاجه، طب وعمك حسن ايوب يا راجل ده راجل تقليدي بتاع مذاهب، طب وعمك فلان كرفور يا عصام ده راجل تبعي مش فلكي، طب والشيخ علان، لا 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 لا، سيبك من كل دول كلام فارغ. متفكرين يا استاذ، يعني بدل ما تحاول انك تجمع الشباب اللي بدا يؤمن، بدأت تفرقهم تراه، بدأت عملت زي الجماعة الخوارج والمعتزلة والشيعة، كل واحد ياخد شوية ويكفر في التاني. يا ناس عيب، ده لما يجي الإسلام تكفر بعض، ولما يروح الإسلام تضرب بعض. لن تنفعين مع الإسلام ولن تنفعين بدون الإسلام، ولما تجيبوا إسلام تضربوا بعض باسم الإسلام، ولما تتركوا الإسلام تفتوا برضو باسم الإسلام. ما سمعتش الفتاة اللي بتطلع كده تبرر كل اللي كل فضل؟ خد عندك بقى وهات، ولا يهمك، حتى كل واحد ده بقى يكتب النهارده في الفتاة. طيب إذا احنا محتاجين إلى بيئة، بيئة شكلها إيه؟ نطلعها يعني عندها حمية وعندها غيرة وعندها عاطفة، وأول ما تتكلم يقول لك اسمع عارف انت ضلال، اسمع عارفين انت فاسد، اسمع عارفين انت كاسد، غلط غلط غلط. دي بيئة، هذا انسان لم يفهم في الدين كده. عايزين بيئة واعية، بيئة نضجة، بيئة تفهم الإسلام من بتنصح بالإسلام. النصح بالإسلام جريمة، والوعظ بالإسلام فضيلة. في الإسلام بالحكمة، في الموعظة الحسنة، في التكليم، في الأخذ والرد، في القبول والعطاء. مش تقول يا كده يا مفيش، طب صلى مفيش. إذن إحنا لابد نصحح وضع البيئة من الناحية العلمية. طيب بيئة علمية، أي أصبحت كلها علم لكن ما فيش التزام ولا تنفيذ، ما في واحد هذا بيرتب هذا وده بيرتب هذا ويجلس معاه وينقل الكلام إلى آخر، ويجلس معاه ويطلع يخونه، ويجلس معاه ويطلع يسكن فيه ويخد عنده، وده إيه؟
لأوديسهم فيه برضو باسم الإسلام ويخطموا باسم الإسلام ويضربوا باسم الإسلام ويقتلوا باسم الإسلام. يا عار يا عار يا فضيحة يا خائزة يا ضلال. شغال والله شغال موجود فيكم في كنته. أنا بتكلم غلط، أنا بتكلم مسؤول أمام الله، أحسب الله علي وأنا أقول حرام حرام. كفاية الجلال باسم الإسلام والكفر باسم الإسلام والفرقة باسم الإسلام والسكينة باسم الإسلام والضرب والقتل كل باسم الإسلام. لسنا يحمل إيه ولا إيه يا ناس؟ حرام عليكم. يبقى الشرط الأساسي الثالث للبيئة التي تصلح أن تكون إسلامية للذين يريدون أن يقيموا حكما إسلاميا، لابد من تكوين البيئة التي تعطي مثل في الفهم والعمل. أما إذا أقمنا إسلام طيب، مع الإسلام عمل في كل شيء. فأبحث عن راجل مسلم قال هذا هذا واحد والثاني ثعلب والثالث ذئب. فين الإسلام يا أخوانا اللي بينادي به الراجل الحاكم بتاعنا ده؟ الحاكم بتاعنا بيقول إسلام. الضابط بيجي يسرقني، بيعتدي على بيتي، بيعتدي على العرض، بيعتدي على المال. الثاني بيضرب، الثالث بيعمل ايه ايه الكتاب ده الحكم الاسلامي يا اخوان. اسلام اسلامي يا راجل. تعال اروح ده يروح زي ما قالها ده يروح يحكمني باسمه ده موسى ديان ولا تحكمني انت بالظلم بتاعك ده. تعال ارجع ان يحكمنا اي واحد بيعلن يهوديته او كفره ولا ارضاش انك انت تحكمني بهذا الظلم. قالوها قالوها ليه؟ لان ده ما مش ممكن يعيش عليه احد. انا اساس النهارده بهذه الشروط الثلاثه او الاسس الثلاثه لانهم كمان اسس وانا متمسك بهم وعاوز نرتبط. يبقى اذا ملخص كلامنا الليلة أن الحكم بالإسلام لا خيار لنا فيه وأننا مأمورون به أمرا لازما، ومن أنكره فقد كفر، ومن لم يرضى به فقد كفر، ومن عابه فقد كفر، ومن اعتبر الإسلام ناقصا أو لا يصلح للحكم فقد كفر. ثانيا أننا لكي نحكم حكما إسلاميا لا بد أن تجمعنا أو تجمع طائفة منا وهي التي يناص بها الحكم، أن تجمعها عقيدة منفعلة متحررة. وقلت لك منفعلة يعني عقيدة تخليك تنفعل اسمعها في حب وخوف ومراقبة الله، انت بتعيش من الداخل مع الله وتحرر من كل اعمال الجاهلية. اما عقيدة ميتة او عقيدة كل افكار الجاهلية وكل المواريث وكل الوافدات اللي بترسلها لك امريكا وانجلترا وروسيا وكله وتقبل وتشحن وتقول انا مسلم ونجي ندور عليه من اطلاق لا ثلاثة بالاسلام انت مسؤول كفر وضلال. يبقى ما تنفع عقيدة منفعلة متحررة وبيئة واعية ملتزمة. ملتزمة يعني ايه؟ يعني بتعمل بالاسلام في كل شيء. لكن بيئة واعية تعرف الاسلام ولا تلتزم من لا تصلح. بيئة تلتزم ولا تفهم الإسلام يبقى أمال هتحكم بإيه؟ ما هو الحكم بالإسلام مبني عن العلم بالإسلام. تقولي أنا أروح أجيب علماء، أقول لك العلماء يمكن تجيبهم بعدين يكون صالح والبعض يضللك. إيه الحكاية؟ واحد واخد له كرسيه، واحد معمول له إغراء، واحد بينافق، ما هو موجود أهو. يبقى اذا لا يصلح. احنا عاوزين انت ما دام امنت تعلم تفقه تفهم، ما عملتش كده تاكد انك تظل طول عمرك
تقول الاسلام ونريد الاسلام والحكم بالاسلام والعمل بالاسلام، واحنا كلنا بنشتغل في غلط في غلط وبننسى غلط، لاننا لم نعمل اي اصل او اي ارضيه تصلح للحكم بالاسلام. هذا لا يمنع قبل حتى يعرف الفضل لاهله انه يوجد بعض الهيئات او بعض الجماعات تطالب بالاسلام وتقوم بالتوعيه وتقوم بمحاوله الالتزام بالاسلام. الحمد لله هي موجوده ولو في حدود ضيقه جدا، لكن الذي احنا بنتكلم على اصول عامه على وضع عام، فان كانوا كذلك فهم كذلك، وان كانوا غير ذلك نرجو ان يكونوا كذلك، ونسأل الله الهداية والتوفيق. وستر الله لكم. السلام عليكم. مسلمة أسفل يعني أرخص من سعر الجملة في الشراء. وجزا الله الإخوان الذين أعدوا هذه المجموعات جزاهم الله كل خير. ثانيا احنا يعني اللي فاضل الى الان من كتاب مع الله عدد بسيط، انا اخذكم عدد بسيط، فبعد اليوم لن نعرض هذا الكتاب، فان كان احد يريد نسخ الباقي من الباقي هيكون موجود الاخ محمد عبدين هناك على في الحبرة اللي الى اليمين وانت داخل، فاللي عاوز نسخه خد رفضا من اخوك عنه. أما الأسئلة فأنا هجاوب عنها، يعني أنا أمامي فقط 10 دقائق لأنه عندي موعد. هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في صلاة واحدة بالمنزل؟ يا أخي الأصل لا يجوز الجمع إلا لعذر شديد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إلا لعذر شديد، إن كان هو مريض أو حصل يعني لا قدر الله شيء معين يشغله او يبعده حتى اكثر وحدا ووقت مع الله.